مساء الفل، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامج تنس بورت. مشرفني في حلقه النهارده الاستاذ ماجد اسماعيل المحرر بموقع السد ولاد البلد. ازيك يا ماجد؟ ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا اكون معاك للمره الثانيه يا ضيف. الله يخليك يا رب، دايما تفضل معانا. تسلم يا ابراهيم. الجوله 26 لسه خلصانه في دوري الدرجه الثانيه، وطبعا الدوري الموسم خلص خلاص. طيب الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم ان طنطا خلاص حسم صعوده، اسوان خلاص حسم صعوده، مين الفرقه الثالثه اللي بقت معانا الموسم ده؟ في الجولة الأخيرة انتظرنا كلنا ان نستمتع بمجموعة القاهرة اللي معودنا للموسم الثاني على التوالي ان هي تتحسم في الجولة الأخيرة. كان في ثلاث فرق بينافسوا على الصعود لحتى يعني الأمطار الأخيرة زي ما بنقول في كرة القدم. قدر يحسمها اف سي مصر بالصعود رغم تعادله مع المريخ، لكن التعادل ده خدمه في فوز قناة برضو على سيراميكا في المباراة الثانية. المواجهات المباشرة حسمت صعود إفس مصر رسميا لأول مرة في تاريخه أنه يكون الصعد رقم 69 في تاريخ الدوري الممتاز، يصعد بعد 10 سنين من تاريخ تأسيسه يصعد للدوري الممتاز، وإن شاء الله يعني ده هيكون الفريق رقم 69 في الدوري الممتاز. طب في دايما مدربين وشها حلو طبعا أن هم مدربين طبعا أكيد شاطرين في مجالهم، يعني كابتن محمد صلاح. كابتن محمد الموسم اللي فات صعد بنجوم المستقبل للدوري الممتاز، والسنة دي بيعملها مرة تانية بس مع اف سي مصر. عايزين نتكلم شوية عن الكابتن محمد صلاح. الكابتن محمد صلاح هو أيقونة الصعود في الاسم الثاني، برضو زي الكابتن أيمن ميزان زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، ان الكابتن محمد صلاح هو ده صعوده مع اف سي مصر هو المرة الثانية على التوالي ان الكابتن محمد صلاح يصعد للدوري الممتاز. الكابتن محمد صلاح صعد قبل كده بأربع فرق الدوري الممتاز، بداها مع بلدية المحلة موسم 2007 2008، بعدين تليفونات بني سويف موسم 2010 2011، بعدها الموسم اللي فات مع نجوم المستقبل اللي هو مسمى حاليا فريق النجوم في الدوري الممتاز، وده كان في موسم الماضي اللي هو 2017 2018، وبرضه نهايه الموسم ده ان هو صعد مع اف سي مصر كرابع فريق يصعد معاه موسم 2018 2019. اكيد امكانيات، ما اتخلق، مش هنقول ان هو حظ، امكانيات وتناغم برضو الصراحه مع الجهاز المعاون. يعني الفضل يرجع للكابتن محمد صلاح، هو على راس القياده الفنيه، لكن ما ننساش جهود الجهاز المعاون مع الكابتن سعيد عبد العزيز المدرب العام والكابتن والمدرب العام، وفي المدرب برضو الكابتن تامر عبد الحكيم. الجهاز ده بيشتغل مع بعضه بقاله 3 4 مواسم مع بعض، ويمكن قبل كده كمان. الكيمياء زي ما بنقول، يعني الكابتن محمد برضو كان في بدايه الموسم ان هو كان شغال مع فاركو، النتائج ما ساعدتوش كويس مع فاركو، رجع تاني افس مصر لانه كان متولي قياده افس مصر موسم 2015، لكن ما حققش معاهم الصعود، لكن قدر يرجع لافس مصر الموسم ده، عمل نتائج حلوه جدا مع افس مصر، مش مجرد ان هو صعد وخلاص، لا صعد عن جداره، ان هم اقوى خط هجوم في المجموعه، كان عنده تيم كويس قدر ان هو يساعده كلاعب مستوى لعيبه، كان عنده بدله كويسه برده، مش فكره ان انا عندي 11 في الملعب وخلاص، اللي بره القائمه خالص اللي بره ال 18 كان يقدر ان هو ينزل ويساعد فرقته، كان بيغيبنا عنده ناس ما بيكونش عنده عجز في ان هو يلاقي البديل الكفء اللي هو يعوض الاساسي. منظومه افس مصر كلها كانت منظومه رائعه، وكان باين من زمان ان هو ممكن يحقق الصعود، منظومه شغاله في صمت زي ما بنقول، متوفر فلوس، لعيبه امكانيات كويسه جدا، مدير فني كويس، كان كل حاجه مؤشر بتقول ان في اف سي مصر ممكن يصعد للدوري الممتاز، وده اللي حصل. على الرغم كانت البدايه ما كانتش كويسه، ما ننساش برضو كابتن طارق عبد الله ان احنا بنشكره. كابتن طارق عبد الله بدا مع الفريق، هو بدا فتره الاعداد وهو اللي مختار اللعيبه، وكذلك برضو بدا معاهم اول 6 7 جولات. كابتن طارق عبد الله رحل في بعد اتفاق مع مجلس الاداره، لكن هو يشكر برضو في انجاز الصعود. كابتن محمد صلاح مش غاوي شهره كتير، مش غاوي منظره زي ما بنقول نطلع كل شويه يقول انا عملت سويت، لا هو راجل شغال في صمت، قلما لما نلاقيه ان هو يتكلم اكتر ما يشتغل، لا وحقيقة ويستحق الصعود والنتيجة اللي وصلها في الآخر. طيب خلينا نتكلم عن الناس اللي هبطت في مجموعة القاهرة. مجموعة القاهرة يعني للأسف نزل، نقول حسمت خلاص فريق أبو صقل. أبو صقل فريق أبو صقل فريق غالي علينا كلنا، في منطقة غالي علينا علومنا كلنا، من سينا فريق أبو صقل.
هو نزل لضعف الامكانيات الماديه وبرضه السفر والبهدله، وهو السنه دي تقريبا ما لعبش على ملعبه، هو فعلا ما لعبش على ملعبه، كان بيلعب في بورسعيد في ملعب المدينه الرياضيه. نزل لضعف الامكانيات برضه. دمياط بقى متمرس في السنين الاخيره الصعود والهبوط، الصعود والهبوط، على الرغم ان دمياط يعني فرقه مش قليله في كره القدم، خرج لها نجوم كبيره ابرزها طبعا كابتن عصام الحضري حارس مصر وافضل حراس افريقيا مدار سنين. نزل برضه بورتو السويس، بورتو السويس فريق صعد في اول الموسم، قعد موسم واحد ونزل. يعني بورتو السويس خدعنا كلنا وضحك علينا، بدأ كويس جدا، نص الموسم كويس جدا، جه في الجولات الاخيره الهزائم متتاليه. هو برضو على قد ما هو جاب لعيبه كويسه في يناير، لكن فرط في اسامي كويسه ابرزها محمود الغزالي اللي باعه للقناه، وده كان من ابرز اللعيبه في الخط الهجومي بجانب سيد حمدي مهاجم. برضو الفريق الرابع اللي حسم هبوطه هو فريق الشمس. فريق الشمس احد فرق الدوري الممتاز، لعب دوري ممتاز، هبط السنه دي. كناش نحب برضو ان احنا نشوف الشمس نزل، خاصه ان هو الشمس يعد من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر كمساحه واعضاء جمعيه عموميه، وعنده استاد رائع. كان هو بينافس في اخر جوله في البقاء مع الزرقاء، الزرقاء قدر ان هو يكسب الترسانه 1-0 وقعد في الدور في الاسم الثاني، وده هنشوفه الموسم الجاي مكمل معانا. لكن الشمس كان لازم ان هو يكسب النصر، وده حصل ان هو كسب 2-1، لكن يلزم تعادل او خساره الزرقاء، لكن الزرقاء قدر يكسب على ملعبه الترسانه ب1-0، وللاسف الشمس كان الضلع الرابع الهابط للاسم الثالث. نقدر نقول ان كلها بسبب الامكانيات؟ مش كلها، يعني مثلا ابو صقل ودمياط نقول ممكن، لكن فريق زي بورتو السويس ونادي خاص يرأسه المستر أشرف توفيق، يعني هو كان رئيس، ان هو رئيس النادي وهو كان المدير الفني للفريق خلال مسيرة الدوري بعد ما رحيل الكابتن رضا الفداوي. كابتن أشرف توفيق فضل ان هو يكون المدير الفني، وهو مش اول مره ان هو يكون المدير الفني السنه دي، وكان في الاسم الثالث برضو على فترات قبل كده. فريق بورتو السويس وتبع مجموعه بورتو، ده يعني فريق معاه استثمار مادي كويس، وكان عنده وجاب لعيبه كويسه جدا، لكن هو انا مش عارفين نقول مثلا ده عدم تناغم في بالذات بعد في انتقالات يناير مع اللعيبه. الخبره برضو، فريق اول مره يصعد السنه دي. فريق الشمس مش ضعف امكانيات ماديه، هو يعني فرط في اهم لاعبيه احمد حسين، وكان من احد النجوم بتاعته لفاركم في يناير، فان الشمس هبط ده كان لسوء النتائج مؤخرا، ومجموعه القاهره مجموعه مش سهله. يعني بنتكلم في اسماء لعب الدوري ممتاز كتير، وان اسماء دي بنتكلم في النصر وسيراميكا والقناه والترسانه، وبنتكلم برضه في المريخ، اسماء كبيره وعريقه في الدوري الممتاز. طب ماجد، مجموعه الصعيد انت كنت متوقع الفرق اللي هبطت، ولا كان في فرق انت شاكك ان هي ممكن تهبط او ممكن لا؟ الصراحه انا كنت متوقع ان نصر التعدين يهبط، رغم ان ده كان مفاجاه لكتير، خاصه ان نصر التعدين لعب الموسم قبل اللي فات دوري ممتاز، نزل السنه دي دوري اسم الثاني، السنه الجايه هنشوفه في الاسم الثالث. لكن انا كنت متوقع ان نصر التعدين ان هو مش هيكون موجود معانا بعد اللي حصل من الاداره في قبل النهائي، قبل يناير، ان هو فرط في 16 لاعب من القوام الاساسي والرئيسي للفريق، وده بسبب عدم دفع الرواتب ليهم والمستحقات الماليه، وده سبب ان خلى معظم اللعيبه تروح انديه تانية في المجموعه، او اللي سافر بره مصر ان هو يمارس كره قدم احترف بره. التعدين كان فتره من فترات، اول التعدين جه بعدها تعادل وخسر وخسر وتعادل، لغايه ما بقى بيصارع على هبوط في اخر جوله مع الفيوم. كان صعب علينا ان احنا نختار فريق واحد من الاثنين ان هو واحد منهم ينزل، سواء التعدين او الفيوم. الفيوم قدر ان هو يفوز في اخر مباراه على الاعلاميين 2-0، وكذلك برضه التعدين قدر يفوز 2-0 على سوهاج. لكن المواجهات المباشره في الفرقتين حسمت البقاء للفيوم على حساب التعدين. لكن اعتقد ان التعدين ممكن يقدر يرجع السنه اللي جايه، وكان ده صعب شويه، خاصه ان معظم الفرق بتفرط في لعبتها بعد الهبوط، بكل اللي بيجيب له عرض بيفرط فيه. لكن خلاف كده خلينا نقول ان الثلاثه الباقيين نزلوا، يعني سواء الوليديه او شباب مصر ملاوي او التحرير، كان يعني
شيء متوقع شويه، خاصه ان الثلاثه ضعف امكانيات ماديه او قله خبره في البقاء. طب مجموعه بحري كانت الاسابيع اللي فاتت كان في منافسه جامده جدا في اللي يصعد للممتاز، وكان في منافسه جامده جدا للي ينزل دوري الدرجه الثالثه. ده حقيقي. خلاص احنا عرفنا مين اللي صعد، مين اللي هبط بقى في البحري؟ اللي هبط يعني المجموعه دي بالذات كانت مقسومه ناس فوق خالص وناس تحت خالص. سيدي سالم والشباب تلا كان اول فريقتين حسموا الهبوط، بعدها جزيره في اول مواسمه في الاسم الثاني برضه هبط. لو حسم في الجوله الاخيره كان يعني مش كفر الشيخ، كفر الشيخ يعني هبط للاسم الثالث، ودي يعني تقريبا دي مفاجاه الموسم. فريق كفر الشيخ ونادي محافظه، كفر الشيخ السنه اللي فاتت كان بينافس على الصعود لحد اخر اربع خمس جولات مع حرس الحدود. كفر الشيخ كان بيلاقي دعم كبير جدا سواء على مستوى اللعيبه او الاداره او القيادات التنفيذيه في المحافظه. كفر الشيخ لغز محير لكتير ان هو هبط، متوفر فلوس، متوفر لعيبه كويسه جدا جدا، نتائج كانت سلبيه لاقصى درجه، ما قدرش ان هو حتى يقعد في اخر جوله، كان بنفسه في البقاء. الحمام قدر يفوز على سيدي سالم 1-0، وكذلك برضو كفر الشيخ قدر يفوز على المنصورة 1-0، لكن فرق النقاط كانت لصالح الحمام. أتمنى شخصيا أن كفر الشيخ يقدر يرجع سريعا، وإن كان برضو هتقابله مشاكل، لكن كفر الشيخ غني باللعيبة والإدارات، وبإذن الله نقدر نشوفه يرجع تاني سريعا للإسم التاني. طب لو اتنقلنا لمنتخبات الجوله الاخيره، طبعا الجوله 26 لمنتخبات الاسبوع، مين ابرز الاسامي اللي ممكن نقول عليها؟ احنا ممكن نشوف علي بهيج مهاجم فاركو، وزميله احمد زغلول برضو يكونوا موجودين في منتخب بحري، وكذلك في على المستوى المدافعين هنلاقي سعد محسن مدافع كفر الشيخ، قدم ماتش كويس جدا قدام المنصوره، وجنبه هيكون احمد ماجد الضماطي مدافع الحمام اللي هو صاحب هدف الفوز للحمام على سيدي سالم. واحمد ماجد الضماطي يبقى متمرس مؤخرا في احراز الاهداف للحمام. هنلاقي برضو مصطفى الصيام نجم فريق شباب تلا اللي قدر يجيب جونين من ثلاثيه في دمنهور. في مجموعه القاهره هنلاقي احمد حسين حارس المريخ موجود برضو، ده لعب مباراه كويسه جدا قدام اف سي مصر. وهنلاقي برضو لعيب زي اسلام نبيل صنع العاب القناه، عمل مباراه هايله قدام سيراميكا في مباراه قويه جدا في الجوله الاخيره. طب ماجد استاذنك هنروح نشوف منتخبات الاسبوع التشكيل الكامل طبعا، ونرجع لحضرتك. ماجد عايزين نعرف المرشحين الافضل لشهر ابريل. هيكون موجود معانا ثلاث مدربين في الصعيد، الكابتن مجد عبد العاطي المدير الفني لاسوان اللي هو ده قدر هو اللي قدر الوحيد اللي هو يحصد 9 نقاط من 9، كابتن ياسر الكناني المدير الفني الالومنيوم اللي قدر يجيب 7 نقاط من 9، الكابتن ابراهيم صدق ده هيكون موجود معانا لاول مره الموسم ده، المدير الفني الالمانيا اللي قدر يحصد 7 نقاط من 9. هنروح مجموعة القاهرة هيبقى موجود الكابتن هيثم شعبان، وده الشهر الثاني على التوالي قدر يحصد 7 نقاط من 9، الكابتن أيم أبو طالب العسوي موجود برضو المدير الفني للقناة قدر يحصد 7 نقاط من 9، الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لكوكاكولا قدر يحصد 7 نقاط من 9. مجموعة البحري المجموعة الثالثة كابتن أيمن مزين المدير الفني للطنطا قدر يجيب 9 من 9، هيكون موجود الدكتور احمد عاشور المدير الفني لفاركو قدر يجيب 6 من 9، وهيكون موجود برضو الكابتن خالد عيد لاول مره الموسم ده هيكون موجود معانا، قدر المدير الفني لغزل المحله قدر يجيب 6 نقاط من 9. طب ماجد استاذنك راح نشوف الانفوجراف للافضل في شهر ابريل ونرجع لكم تاني.